مشاهدين ومشاهدين قناة الصحة والجمال، ورجعت لكم في حلقة جديدة من برنامج حواديت هوانم. رجعت لكم في فقرات جديدة وحلقة جديدة وضيف جديد. والنهاردة قبل ما ارحب بضيفتي هنتقل لفقرتي الثابتة وهي فقرة المطبخ. معايا عمر خالد، اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك؟ اول حاجة عايز اعرف هتقدم لي ايه النهاردة؟ النهاردة هنعمل ميني بيتزا. اوكي. عندي دقيق وعندي، طب سوري معلش، المكونات جاهزة؟ طيب لو المكونات جاهزة ممكن نقولها. مكونات جاهزة؟ طب احنا ممكن نقول وممكن بعد كده نعرضها على الشاشة. اوكي. طب تمام، احنا هنعمل ميني بيتزا عبارة عن دقيق، زيت الصوص بتاعها، وعندي اللبن للعجن او مية، وعندي الحاجات اللي هي للوش بتاع البيتزا اللي هو هيبقى عبارة عن يا اما زيتون يا اما اي خضار. تمام. أوكي. وعندي الخميرة. طيب اوكي، هتبتدي بالعجن وبعد كده نرجع لك تاني. نبدأ بالعجن. مشاهديني وانتقل لضيفتي النهارده، وهي ضيفتي معايا النهارده يعني الصراحه ضيفه مهمه جدا، يعني منوراني بجد. معايا النهارده قاهره السوشيال ميديا في الميك اب، معايا النهارده نورهان علي. اهلا بك يا نورهان. اهلا بك يا ريان، منوراني النهارده والله. ميرسي يا حبيبتي. اول حاجه يعني انا عارفاكي وكل الناس اللي اتعاملت معاكي عارفينك طبعا. انا عايزه اعرف الناس انت ازاي بداتي في شغل الميك اب. اول حاجه يعني عرفيني انت شغلك فين، يعني شغلك فين هنا في ايجيبت؟ انا في ايجيبت هنا البيوتي سنتر الاساسي بتاعي في قطور، وفي بيوتي سنتر تاني في كفر الشيخ. طيب اول حاجه عايزه اعرف يعني انا معلوماتي كلها اللي عنك ان انت محاميه وبعد كده بقيتي ميك اب ارتست، انا عايزه اعرف دي عملتيها ازاي دي؟ هي البدايه كانت في 2012، كانت خطوط واحده صاحبتي طلبت مني ان انا اعمل لها الميك اب. طبعا عادي يعني كانت زي ما انا بحب اعمل ميك اب لنفسي وكده، فطلبت مني ان انا اعمل لها الميك اب. عملت الميك اب، الناس اتبهرت بيه جدا، فكرت ان هي كانت في بيوتي سنتر. بدات الفكره من هنا ومشيت عليها لحد ما ظهر عصر الميك اب. سؤال يعني، هو انت لما اوكي لا ادخلي انت الاول في الكلام بعد كده هجيب لك السؤال. اوكي. انا اصلا كنت بدرس حقوق في جامعه المنصوره، اخدت شهادتي وطورت من نفسي شويه في الميك اب. طورتي ازاي بقى يعني؟ ده سؤال يعني، دي هل دي موهبه ولا انت اخدتي كورسات؟ بصي دايما كانوا بيقولوا ادخل الحاجه اللي انت بتحبها عشان هتقدر تتفنن فيها. هي كانت موهبه وانا طورتها بالمستر كلاس والكورسات اللي انا اخدتها. اخدتي كورسات؟ طب وبقيت تدي كورسات صح؟ اديت كورسات. اوكي تمام. طيب اوكي مشاهديني هطلع فاصل وهرجع لكم تاني. مشاهديني ورجعت لكم بعد الفاصل، ولسه مكمله معايا مع خبيره التجميل نورهان علي. نورهان، عندي سؤال مهم جدا، وهو عندي معلومات عنك ان انت كنتي بتشتغلي بره. اول حاجه عايز اعرف ازاي بداتي في الشغل بره، وهل مثلا كان في مساعده حد ان انت تشتغلي بره مثلا، ولا انت بداتي من نفسك؟ لا، هي الفكره جت من على السناب شات. كنت نزلت صوره ليا كنت عامله العروسه، اي ناس اتعاملت معايا من بره، من السعوديه ومن دبي السعوديه ودبي. اتعرفنا على بعض ونزلوا هنا القاهره. واشتغلت هنا ولا سافرتي بره؟ لا، هما كانوا بيجوا هنا واتعاملت معاهم هنا وطلعنا لوكات حلوه جدا. انا شفت الشغل. وبنتعامل مع بعض دايما، يعني مجرد ما جايين بيبعتوا لي ان هما جايين وبنتقابل، بيبقى عندهم افراح سهرات. انتي قلتي ان مفيش حد، يعني مفيش حد ساعدك، انتي بدأتي من على سناب شات. اوكي. طيب انا عندي بقى سؤال، وهو يعني انا مبدئيا كده يعني كل حلقة يعني بعرض على جروب وبقول مثلا ان انا هيطلع معايا كذا، فبختار الاسئلة من عليه. وهو سؤالي كان هو ازاي اقدر اختار اللوك بتاعي الصبح وازاي اختاره بالليل، يعني تفرق طبعا؟ اكيد طبعا. اوكي. طيب اللوك بتاع الصبح بيبقى حاجات ناتشرال قوي، انت طبعا بتبقي صحيه الصبح، المفروض تبقي بدن انت طبيعيه قوي يعني، صح؟ فبتختاري الوان هاديه، لازم تحطي حاجه تكون بيبي فيها صن بلوك عشان البشره، عشان البشره ما تتحرقش من الشمس.
في عوامل طبعا، التراب، البهدله طبعا، دي كان خارجه الصبح، طلبه الجامعه، الموظفين، فبيبقوا عاوزين حاجه يبقى فيها طبقه حمايه. بتختاري الوان هاديه، ويفضل يعني اللي ما تحطش شادو خالص الصبح يعني. رسمه الحواجب بتبقى هاديه. بتقدري درجات انتقاليه، يعني بتختاري درجات انتقاليه فوق العين. الفونديشن بنختار حاجه بي بي بتبقى فيها توحيد للون وفيها عامل حمايه. ماسكارا هاديه. بس انا في ناس كتير قوي بتنصحني ان انا الصبح لما اجي نازله عشان برضو الشمس زي ما انت قلتي ما نتحرقش، انا احط صن بلوك يعني بدل الميك اب، يعني ابقى نازله بميك اب عادي. هو انا قلت لك البي بي ليه؟ لان هو فيه عامل حمايه. اوكي. يعني انت هتحط بقى البي بي ده، سوري معلش، ده نوع كريم معين؟ ده نوع موجود في كل الفونديشن. اوكي. انت هتحطي منه هيوحد لون البشره وهيعمل لك طبقه حمايه على الوش. يبقى انت وحدتي لون بشرتك وحميتيها في نفس الوقت. اوكي تمام. طيب مشاهدين رهان هرجع لك تاني. مشاهديني طبعا هرجع للشيف عمر خالد. طيب هنقول المقادير. المقادير جاهزه على الشاشه صح؟ المقادير جاهزه. طيب نعرض المقادير، ينفع يا عمر تقولها؟ طيب طب تمام. دلوقتي احنا جبنا عندي الميني بيتزا عباره عن دقيق محطوط عليها رشه ملح ورشه سكر، عندي اللبن للعجن، عندي طبعا الحشوه بتاعتها او الوش بتاع البيتزا، عندي الجبنه الموتزاريلا اللي هشكل بيها برده من فوق، وعندي الصوص بتاعها ده عباره عن توم، اللي هو الصوص بتاع وش البيتزا من فوق عباره عن توم و توم وملح ويعني هي صلصه توم وملح وفلفل، فلفل اسود وخل. في ناس ما بتحطش خل. انا ما بحطش خل. طيب مقادير الميني بيتزا بقى تاني. الميني بيتزا عباره عن الدقيق قلنا ورشه الملح، رشه السكر، عندي اللبن بتاعها ربع كوبايه من الزيت والخميره بس. عجنا والعجينه بقت جاهزه معايا. في العجينه هنسيبها تخمر ساعه. في العجينه بقى جبناها دلوقتي اللي هي كانت اصلا عدت مرحله التخمير خلاص، هنبدا ان احنا نعجنها. تمام. طيب هو في سؤال، انت كنت قايل انك هتعمل سلطه الكولسلو صح؟ سلطه الكولسلو لو نقول مقاديرها دلوقتي ولا لما ابدا فيها؟ لا نقول المقادير حاليا. تمام. سلطه الكولسلو عباره عن كرنب ابيض وجزر مبشور، عندي مايونيز، عندي زبادي، عندي عسل ابيض، رشه من التوم الباودر ورشه من البصل الباودر. اوكي تاني عمر هرجع لك تاني معلش. قبل ما يعني اروح لنورهان، عايز اعرف الخميره العجينه بتخمر لمده قد ايه؟ العجينه بتاعت البيتزا بتخمر في حدود ساعه. ساعه وبعد كده تدخل الفرن. وبعد كده بشكلها واحط عليها الحاجات من على الوش، وبعد كده بحطها في الفرن لمده ربع ساعه لثلث ساعه. اوكي عمر شكرا ليك. معايا طبعا نورهان لسه مكمله معايا وهي منوراني النهارده بجد، يعني حاجات كتيره جدا يعني انا مستنيه اصلا الفقره دي. طيب خلينا نتكلم طيب شويه. صح نسيت اقولها، لو عايزين تعملوا مداخلات للحلقه هتتصلوا بيا على الارقام اللي هتظهر لكم على الشاشه. معانا اتصال تليفوني، نقول الو. الو. الو، نتعرف باسمك. هايدي. هايدي اهلا بيكي يا هايدي. اهلا وسهلا. هايدي انت منين؟ انا من القاهره. انت من القاهره، اهلا بيكي يا هايدي. تحبي تكلمي نورهان؟ نورهان الميك اب ارتست. ايوه اتفضلي. اهلا يا هايدي، ازاي؟ عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انا والله الحمد لله كويسه. انا عايزه بس اقول لك يعني انا لغايه النهارده مش قادره فعلا انسى الميك اب اللي انت عملتيه لي بجد والله العظيم. يعني انا عايزه اقول لك ان انا يعني من فرحتي بيه ما كنتش عايزه اشيله، يعني انا نمت بيه اصلا والله ما كنتش عايزه اشيله. ميرسي يا حبيبتي. انت فاكراني الاول؟ بصراحه مش واخده بالي. انا هايدي اللي كنت اللي انت جيتي لي فندق رمسيس هيلتون السنه اللي فاتت يوم 27/6. ايوه ازيك يا هايدي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. نورهان انت منين؟ نورهان انت نورهان سوري هايدي انت منين؟ سوري هايدي انت منين؟ من القاهره يا حبيبي. من القاهره، اهلا بيكي. منوراني يا هايدي، ميرسي جدا على المداخله الجميله دي. هايدي شكرا. شكرا يا هايدي. نرجع تاني لنورهان. حبيبك كتير يعني. طيب اول حاجه عايزه اتكلم فيها وهي كنا بنتكلم عن اللوك بتاع النهار واتكلمنا فيه، نيجي بقى ندخل على اللوك بالليل. اللوك بالليل بيكون عامل ازاي؟ خصوصا لو انا عندي سهره مثلا.
لا، موضوع السهرة بيختلف شوية. يعني انت لازم تحطي حاجة تكون فول كفر، الفونديشن فول كفر طبعا، لان في السهرات زحمة، تعرضي لسلامات ونفس وناس كتير، فطبيعي لازم تحطي حاجة فول كفر عشان تفضل ثابتة على وشك طول الفترة المناسبة اللي انت موجودة فيها. الدرجات ممكن بقى تحطي، عايزة سيمبل بتحطي درجات هادية، اي عاوزة لوك سموكي بتحطي لوك سموكي عادي. في المناسبات متاح لكل حاجة. مناسبات. طيب مثلا ده سؤال اضافي من عندي، مش عارفة يعني هيكون عندك اجابة ولا لا. مثلا لو انا بشتغل مثلا ونازلة الصبح وحابة، يعني ايه هو اللوك المناسب ليا والنازلة مثلا شغلي؟ مثلا حاجة بسيطة مثلا ولا بتختلف مثلا؟ هو انا بفضل ان هي تكون حاجة بسيطة. انت طبعا رايحة شغل او رايحة جامعة، فانت محتاجة حاجة توحد لون بشرتك، يعني البشرة كلها تبقى لون واحد. طيب انا عايزة اسأل سؤال مهم، وهو ازاي اقدر اختار درجة الفونديشن المناسبة لبشرتي؟ نقطة مهمة جدا. درجة الفونديشن ناس كتير بتيجي تختارها على ايديها. طبعا دي غلط. على فكرة انا بعمل كده. ليه؟ درجة عشان انا بعمل كده. طيب مش درجة وشك. نهائي. يعني ما اختارش على ايدي. لا خالص. طيب اختار ازاي؟ تختاريها هنا. هاجي هنا. هنا كده. طيب هاخد اتصال تليفوني، معلش انا هنا. اوكي. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف باسم حضرتك؟ الشيف انا حسام، حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه المذيعه الصغيره الجميله اللي عسل دي؟ وكبيره طبعا. ربنا يخليك يا رب، تسلم. ان شاء الله ريهام عباس، استنوا الاسم ده ان شاء الله يبقى حاجه كبيره باذن الله. ربنا يخليك يا رب، تسلم يا رب. والشيف اللي منور مع حضرتك ده شيف ناشي جديد، ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كويسه باذن الله. باذن الله. باذن الله. طبعا بقى اللي جنبك دي حاجه ثانيه بقى، استاذه نورهان. سلمي عليها. نورتني يا استاذه هاني، شكرا. شكرا لحضرتك. طيب نرجع تاني نتكلم عن درجه الفونديشن. درجه الفونديشن بتختاريها هنا كده. بختارها من هنا عند وشي. اوكي. درجه وشك هنا، مش هي درجه وشك هنا. كانت بتتكلم عني بالظبط. فانت بتختاري هنا عشان توحدي لون البشره. عاوزه تعملي اضاءات تحت العين بالكونسيلر. بتفتحي حاجه بسيطه. صح. ممكن تلعبي انت بالكونسيلر هنا، تفتحي حاجه بسيطه، بس اساسي انك تختاري لون بشرتك. لا درجه افتح ولا درجه اغمق. يعني بحدد من على بشرتي اصلا. انا كل ما بروح مش من على ايدك. لا انت فاجأتيني بالموضوع ده خالص. لو بتختاري مثلا نوع فونديشن معين هتجيبيه من على ويب سايت اونلاين. في فيلم تقريبا اي ثينك نوع فونديشن كويس، ممكن نرشح اسماء؟ يعني بلاش اسماء. بلاش اسماء عشان ما نعملش دعايه لحد. طيب كملي. مثلا بتبعتي مثلا على مثلا السيلر اللي انت تشتري منها، هتقولي لها مثلا انا بستخدم فونديشن اسمه كذا، الدرجه بتاعته كذا، انا عاوزه من الفونديشن الفلاني اللي انت بتبيعيه نفس الدرجه المقاربه للدرجه دي. يا هتجيب لك الدرجه نفسها، يا هتجيب لك درجه افتح او اغمق. هتقدري بقى انت تحدديها ازاي. هتاخدي الدرجه، لو الافتح هتشتغلي كونتور. كونتور. هو سؤال، هو الكونتور ده بيخفي العيوب في الوش ولا لا خالص؟ لا خالص. ماشي. انا مع السلامه في الميك اب ماليش خالص. الكونتور وظيفته ان هو بيحدد ملامح البشره. بيحدد ملامح البشره، بينحت الوش. انا كده اتضحك عليا. بتضحك عليكي جامد على فكره. يعني انا كنت مفكره ان الكونتور ده بيصغر مناخير او بيعمل حاجه. هو بيصغر، مش بيصغر مناخير. هو انت بتنحت الوش اللي انت بتحاولي تبرزي الملامح. هي تكون بارزه الملامح مش اكتر. بالظبط كده. بالظبط كده. طيب انا عندي سؤال برضو تاني، مثلا لو عندي مثلا عروسه، طبعا انت قبل ما بتتعاقد معاكي وكده وتشوف شغلك طبعا وتعوز ان انت تشتغلي، يعني تكوني معاها في الفرح بتاعها، اول حاجه بيبقى في ما بينكم مقابله قبل الفرح مثلا قبل ما تشتغلي معاها وكده ولا؟ اكيد طبعا. طيب بتكون ازاي؟ طيب انا حابه اعرف. يعني مثلا العروسه بتيجي تحجز قبل فرحها بشهر او شهر ونص. لو هي حاجه بدري بحدد ميعاد، اكيد بيبقى رقمها موجود، بكلمها بتيجي، بنتقابل انا وهي، بشوف طبيعه بشرتها، بشوف محتاجه روتين تمشي عليه، بشوف ايه اللي يليق عليها، بنختار مع بعض اللوك، بنختار مع بعض اللينسز، بنختار مع بعض الاكسسوارز، الطرحه، لون الفستان، بنظبط كل حاجه مع بعض. وكل واحده بتختلف عن الثانيه. اكيد طبعا. صح.
طيب بالمناسبه دي، طيب في عندي موضوع مثلا، لو في حد مثلا عنده سوء ماديات او مش قادر مثلا ان هو من قبل ما تكملي، انا بقبل اي حد يعني لو في حد مش قادر ان هو فعلا يدفع، ان انا حتى لو عاوزاني اروح لها يعني مكانها وهي مثلا فري جدا. طب يا جماعه بس اكون متاكده يعني ان هي فعلا محتاجه، لكن في ناس ممكن تيجي تقول لي انا عايزه اعمل لوكس وري وهي مثلا خطوبه، يعني بتضحك عليا. فاكيد طبعا حاجه انا مش هرضى بيها. بتضحك عليك ازاي؟ مش فاهمه يعني مثلا تيجي تقول لي انا عايزه اعمل لوكس وري، انا رايحه فرح اخويا او فرح ابن عمي او فرح حد قريبي وهي خطوبتها. ده بدايه يعني السعر ده بيختلف وده بيختلف. هي بتختلف في ايه؟ اولا في الماتيريال. لا اكيد انا مش هشتغل استواريه بنفس الخطوبه. استحاله. ممكن السواريهات مش انا اللي اعملها كمان، يعني ممكن تكون الاسيستنت بتاعتي اللي تعملها. انت عندك اسيستنت؟ اوكي. الماتيريال بتختلف طبعا. فانت تعالي قولي لي مثلا انا ظروفي كذا ومش هقدر ادفع غير كذا، وعايزاك انت تعملي لي لوك الخطوبه او لوك الفرح، مفيش اي مشكله عادي. يا اوحش حاجه ان ممكن مثلا حد تكون ظروفه الماديه كويسه ويجي مثلا يقول لك تحسي ان حد يضحك عليك. بالظبط كده، نصب. ايوه نصب. صح. طيب بالمناسبه انا عايزه اعرف بقى العواقب اللي واجهتك في حياتك. هل مثلا كان ليكي، انا عارفه ان السؤال ده رخم بس انا حبيت اضيفه عشان يعني انا حابه اضيفه، مش عارفه. هو اكيد طبعا يعني قابلت صعوبات كتير، خصوصا ان انا والدي كان رافض ان انا ابقى ميك اب ارتست دي خالص. ففضلنا فتره نقنعه بالموضوع ده. فتره قد ايه مثلا؟ يعني ممكن تقولي 10 سنين. هي كتير قوي. لا مش بالحدود دي، يعني ممكن 5 سنين بالظبط قعدت اقنعه بالموضوع. هو لحد النهارده لسه مش مقتنع. طيب في حد بيأذيكي مثلا في حياتك في شغلك مثلا، خصوصا ان انت محققه نجاح كتير جدا؟ يعني انا شغل على السوشيال ميديا، الاعلانات اللي على الفيسبوك اصلا لوحدها حاجه تانية، يعني ممكن تلاقي ناس كتير جدا بتنتقدك. مفيش حاجه من دي مثلا؟ في ناس بتنتقدك على ده، لا دي واخده الشغل واكله الجو مثلا في المكان ده. اكيد طبعا. كتير اكيد، لكل بارز اعداء. صح. فاحنا نختصر الموضوع في الكلمتين دول. طبيعي يعني في كل مجال مش في الميك اب بس. طيب استاذه نور انا هرجع لك تاني، عايزه اشوف الشكل النهائي مع عمر. جاهز ولا دلوقتي؟ الشكل النهائي بتاع البيتزا جاهز معايا، وفي الجزء الثاني منه هيخش في الفرن. اوكي. طيب ينفع نشوفه؟ ينفع الكاميرا تقرب عليه عشان نرجع استاذه نورهان تاني. تمام. كده الشكل النهائي بتاعها. نبدا في الكولسلو. طيب ابدا فيه وهرجع لك تاني، هرجع لاستاذه نورهان تاني. طيب استاذه نورهان انا عايزه يعني قبل ما الحلقه تخلص برضو، عايزه الناس تقدر تتواصل معاكي ازاي مثلا؟ من خلال صفحه الفيسبوك. من خلال صفحه الفيسبوك. طب ينفع نعرض اللوجو؟ طيب اللوجو جاهز؟ اوكي. طيب اللوجو مش جاهز. طيب هنتكلم في حاجه تانية. مثلا عايزه اعرف انواع البشره. طب نسيبنا موضوع البشره ده، انا عايزه اتكلم في الشعر عشان برضو ده سؤال مهم وكنت هنساه في اخر الحلقه. اوكي. طيب انا هتكلم في موضوع الشعر وهو البروتين. البروتين بنختاره على حسب طبيعه الشعر. يعني في شعر افريقي، في شعر ضعيف، في شعر خشن، في يعني في انواع كتير للشعر، في طبيعه للشعر، في شعر عادي، في شعر دوني. فانا بشوف الشعر نفسه وكل حاجه ليها الماده بتاعتها، انا مش هقول اسماء. اوكي. طب انا عندي سؤال مهم وهو ازاي اقدر احافظ على البروتين بعد ما اعمله، عشان برضو يعني في ناس كتير بتقول ان هو مضر للشعر شويه. يعني هو مش مضر للشعر. بصي اي ماده بتحطيها على شعرك بتشتغل ان هي تجميلي، بتعمل طبقه على الشعر ان هي ايه، تديكي نعومه انسيابيه. صح. إيه فرد بيدوم من سنه لسنه ونص على حسب محافظتك عليه. صح. طب بتحافظ عليه ازاي؟ في مجموعه عنايه خاصه بالنوع اللي انت عملتيه لشعرك، ايا كان بروتين، كيراتين، ديتوكس، بوتوكس، فيلر، اي حاجه انت استخدمتيها لشعرك ليها مجموعه عنايه، يا بتجيبيها من السنتر يا بتجيبيها من مكان موثوق منه. طيب انا عايزاكي تقولي عنوانك. طيب بتاع عنوانك، عنوان البيوتي سنتر كامل. هو البيوتي سنتر موجود في قطور. قطور دي محافظه ده الغربيه. الغربيه. اوكي. تمام. استاذه نورهان انت منوراني النهارده بجد، يعني انا بجد فخوره جدا ان انا عملت الحلقه دي معاكي، وبجد يعني
المره الجايه هتظهري معايا ويبقى معاكي ميك اب ارتست. اوكي هنتقل للشيف عمر وهختم معاه. الكاميرا يا ريت تقرب على الشكل النهائي. استاذه نورهان شكرا بيكي جدا. هنتقل للكاميرا ليه. شكرا يا عمر ليك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا نورهان. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده يوم الخميس في نفس الميعاد حوالي توانى. شكرا.